أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو احتاج الإنسان إلى أكثر من 3 غسلات للعضو فهل يجوز ذلك؟ كيف يحتاج؟ إن كان المراد الوضوء هو مو محتاج، إن كان بيزيل نجاسة ولا وسخ على هذا ما هو وضوء، هذا إزالة وسخ أو إزالة نجاسة ما يدخل في الوضوء. نعم.